بعدما شنت قوة النظام السوري هجوماً لاستعادة منطقة كشكول في ريف دمشق من جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة، خرج أهالي المنطقة ليعبروا عن فرحتهم. أنا ساكن كشكول من جهة الدخانية، وطلعت أنا من الدخانية لأن المسلحين صاروا بالدخانية. طلعت بالدخانية مشان المسلحين عم يجوا علينا عم يقتلونا يذبحونا. طلعنا على كشكول مشان أمان أكثر. وهلا الجيش الحمد لله عم يقدم لقدام، هلا عم يروح لقدام من جهه الدخانيه. اكثريتهم راحوا وخافوا على اولادهم، يعني اولاد صغار. هلا مثل هاي طفله شلون بدها ترقد؟ نحن بنرقد ممكن، عرفت؟ يعني الام بتضل خايفه على اولادها، فمثل هاي طفله شلون بدها ترقد؟ فاغلبيتهم راحوا. يعني انا جيراني خافوا على اولادهم، جوز في اثنين ثلاثه انا وياهم هلا بالحاره، عرفت؟ بس أنا مع كل هذا ما حأطلع. منطقة الكشكول منطقة آمنة، والسكان قاعدين ببيوتهم وعايشين تمام برفاهية وأمان وسلام. ولكن منطقة الدخانية جزء منها مع المسلحين جزء، وجميع الأجزاء بالدخانية مسيطر عليها الجيش، ومطوقين المسلحين من قبل الجيش ومحكم عليهم بقبضة من حديد. إلى ذلك استعادت القوات النظامية السورية السيطرة أيضاً على قرى عدة في محيط مطار حمال عسكري في وسط البلاد، كان تقدم إليها مقاتلو المعارضة قبل نحو شهرين.